بتضرب في السقع. انا بحط بضطر انا هيك النوم عندي هيك، هاي المساحه المتوسعه عندنا بالضبط. هاي الخيمة اللي شايفينها مترين في 3 متر تقريبا أو مترين في مترين، بيعيشوا فيها أكثر من 16 شخص. متخيلين لوين وصلنا؟ وين بتعيشي أنت؟ هاي الخيمة اللي أنا بعيش فيها، الدار اللي راحت اضطريت أنا أجي هنا عند خيمة سلفي هذا. طيب أنت وولادك وزوجك؟ أنا وولادي وجوزي بحط هذه بتنامها. بضطر أنا هيك النوم عندي هيك، هاي المساحة المتوسعة عندنا بالضبط. بحط الفرشة هان اللي البنت هان الولد هان، وأنا وجوزي بناخد حالنا زي هيك، يا هيك بننام يا هيك اللي إيش يسوي.